عبد العزيز بالنسبة للبريطانيين ليس عدوهم، لكن في المقابل ليس الحليف التابع أو الحليف المريح، لأنه رجل عنده مشروع، وهذا اللي يخوف البريطانيين كقوة لها مصالح في الخليج. عبد العزيز في هذه الصحراء الكبيرة هو من القلائل اللي مدركين أنه جزء من هذا العالم، لذلك أدرك بشكل مبكر بأن عليه المناورة وفي أوقات القتال، فناور وفاوض العثمانيين والبريطانيين وحتى الألمان. في هذا الكتاب أبدأ البريطانيين قلقهم الهائل من سيطرة عبد العزيز على الإحساء والاقتراب من مناطق الخليج العربي. هو عندهم رضا أنه الأتراك راحوا، لكن القوة الجديدة يخافون أنها تتفق مع المشيخات الخليجية وتتحالف معها. حتى يوم راح لمؤتمر البصرة عام 1916 ذهب كقائد دولة يفاوض ويرفض ويطلب ويوافق. عام 1914 تناقلت الصحافة البريطانية إشاعة وفاة الملك عبد العزيز. الديلي ميل مثلاً كتبت وكأنها تزف بشرى للبريطانيين إن وفاة عبد العزيز ستتيح لبريطانيا وحلفائها الفرصة لتوحيد المناطق التي تسيطر عليها، سواء في شبه الجزيرة العربية أو العراق وشرق الأردن. عشان نكون واضحين، عبد العزيز بالنسبة للبريطانيين ليس عدوهم، لكن في المقابل ليس الحليف التابع أو الحليف المريح، لأنه رجل عنده مشروع، وهذا اللي يخوف البريطانيين كقوة لها مصالح في الخليج. مثال ذلك أن القوات البريطانية قصفت قوات تابعة للملك عبد العزيز في أغسطس عام 1914 بسبب مشاكل حدودية بين السعودية والعراق، وقتل من رجال الملك عبد العزيز 500 شخص من السعوديين جراء هذا القصف، وهذا طبعا وفق صحيفة التلغراف البريطانية. اعترض عبد العزيز أن يوقع على اتفاقيات مختلفة مع البريطانيين إلين يتم ترسيم الحدود مع العراق بشكل واضح، وهذا ذكر في كثير من الوثائق البريطانية اللي طلعنا عليها، مثل ما صار في الإحساء. قرر الملك عبد العزيز استعادة الحجاز. الحجاز كان تحت حكم الشريف حسين بن علي. بالنسبة للبريطانيين علاقتهم بالشريف علاقة أقوى وأهم من علاقتهم مع الملك عبد العزيز، لأن العراق، سوريا، الأردن، الحجاز كلها كانت مناطق نفوذ بريطانية واضحة بسبب علاقتهم مع الشريف. طالبت بريطانيا الملك عبد العزيز بعدم خوض هذه الحرب، واقترحت أنها ترسم الحدود بين الحجاز ونجد. كل الحلول عند عبد العزيز أوصلته في النهاية إلى الحرب. وبعد اندلاع الحرب قالت الوثائق البريطانية المكتوبة في جدة بعد معركة تربة الشهيرة: لقد ضرب عبد العزيز برأينا عرض الحائط. لما استعاد الملك عبد العزيز حكم الحجاز كان هذا الخبر خبر سيء على الصحافة البريطانية. يقول السير فوستر نيولاند من القوة الاستطلاعية البريطانية في مصر، قال نصاً: إنه من المخالف لمصلحتنا أن ينتصر ابن سعود ويؤسس نفوذاً واسعاً في شبه الجزيرة العربية. طبعاً اللواء فوستر كان قائد عسكري بريطاني وقدم أدوار بطولية في الحرب العالمية الأولى مع بلاده.